السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على الأصدقاء، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بتمام الصحة والعافية. اليوم عدت لكم بلعبة جديدة، اللعبة هي دريم ليج سوكر 2019، النسخة الجديدة التي قامت شركة دي ال تي تاتش بتنزيلها. أتمنى أن تنال إعجابكم. سأقوم بعمل سلسلة طويلة على هذه اللعبة حتى أصل إلى الدرجة الأولى إن شاء الله. حسنا، عندي زمن لم ألعب هذه اللعبة. حسنا، ماذا سأختار؟ أريولا أم مارك بارترا أو زوما أو أندري أيو؟ هناك ألعاب كثير أسف لاعبين كثيرين، أو ماريانو. هل سأختار في ماريانو؟ لا 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 لا، ماذا سأختار؟ أريولا هو الأعلى. حسنا، سأختار أريولا كي يكون قائد للفريق. نعم، حسنا، سنبدأ الدوري اليوم، دوري الأكاديمية. نعم، دوري الأكاديمية، الدرجة الأخيرة في كل الدوريات. على ما أعتقد ربما هناك 3 درجات، ثم درجة الإليت، ثم لا إليت جينيور، ثم إليت. حسنا، سنبدأ المباراة في ملعبنا أمام جمهورنا. نتمنى أن تعجبكم هذا المعلق الإنجليزي منذ زمان، منذ أول سلسلة دريم ليج لم يتغير بعد. حسنا، حسنا، في الأول أريد أن أتحدث عن التعليق العربي، لأنه في الآونة الأخيرة عندما تدخل يوتيوب تجد عناوين كثيرة عن لعبة دريم ليج بأنه سيتم إضافة التعليق العربي. حسنا، أريد أن أقول لكم بأن التعليق العربي لن يظهر إلا بقرار رسمي من الشركة ذاتها، أو أن يقوموا بإضافة اللغة العربية إلى اللعبة، لأنه لا يوجد إلا الإنجليزية. وإذا ظهرت اللغة العربية، التعليق العربي أسف، فسيطلب الأجانب أيضا لغات أخرى مثل الفرنسية والإيطالية والإسبانية، وهناك الكثير والكثير. لذا شركة توتش تحاول دائما أن تجعل اللغة الإنجليزية فقط في اللعبة، وذلك لتجنب الانتقادات على حسب فهمي. حسنا، لن تخرج، سنقوم بلعبها، لكن صعب، الدفاع صعب عندهم، لذا علينا أن نقوم بهذا، كده أن نسجل. حسنا، أي أي أي، هيا يا فيرا، هيا هيا، ها هو، أوه لقد ضيعها، لقد ضيعها برقم 10 وهو فيرا. حسنا، بالرأس يا عزيزي. حسنا، هو فيرا، هو فيرا، أوه لقد ضيعها للمرة الثانية. أوه، ربما سأقوم بالتغيير في الشوط الثاني، لأن أداء هذا اللاعب رقم 10 سيء جدا مقارنة باللاعبين الآخرين. طبعا، هاك الكرة يا فابي، أوه ما الذي فعله؟ يبدو أن الخطأ مني وليس من اللاعبين، لأنني لا أجيد تسديد، لأنه هنا مضى زمن طويل على لعبي لهذه اللعبة، ويبدو أنني نسيت حقا كيف. أوه للمرة الثانية وجها لوجه، يضيع، ما الذي يحدث؟ حسنا، سنحاول مجاراة المباراة. طبعا، أوه مقطوعة. حسنا، وحده. حسنا، ها هو الهدف، ها هو الهدف الأول لرادونيتش. نعم، رادونيتش استطاع تسجيل الهدف الأول لفريقه
دريم في الدقيقة 39. حسنا، سنحاول إضافة الثاني ولما لا الثالث، وذلك لكي نسيطر على المباراة منذ بداية المباراة لم نتلقى أي تسديدة على مرمانا. هذا أمر جيد لكنه غير جيد أيضا لأنهم يلعبون بأسلوب الدفاعي. اضرب، سدد، لقد سدد. ربما نعم كما توقعت، انتهاء الشوط الأول بتقدم دريم بهدف لصفر أمام لا أعرف هذا النادي لأنني لم أراه من قبل. حسنا، ويسا ويسا، أي أي أي، ما الذي فعل ويسا؟ أردت أن أسدد كرة أرضية لكن للأسف. حسنا، ستيفن، هو ستيفن، اذهب إليه ستيفن. هناك ضغط كبير ومهاري على اللاعبين. أي أي أي، حسنا، لا بأس. حسنا، حاول 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 حاول. حسنا، هم يهاجمون، علينا أن نخرج كرة من منطقتنا الآن. العب له كرة، اذهب يا رجل. اي اي اي، لم افهم اي شيء من الهجوم الذي قمنا به الان. اي اي اي، دفاعهم قوي جدا، لذا علينا ان نقوم بجلب بعض المهاجمين الاقوياء الى النادي، ولهذا يجب علينا. اوه حسنا، أتمنى أن تقوم شركة تاتش بجعل اللعبة واقعية، وذلك بتحديث جديد يجعل الانتقالات شتوية وصيفية، لأنه كما يعلم الجميع يمكنك شراء لاعب في كل لحظة كما تريد، وهذا من الأشياء التي تجعل اللعبة غير واقعية. كاد أن يسجل علينا، كاد أن يسجل علينا. حسنا، ها هي فرصتنا، ها هي فرصتنا يا فيرا، ها هي فرصتنا يا فيرا، ها هي فرصتنا. والثاني 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 يا دويل، وهي فرحة أريولا، والحكم أضاف دقيقة واحدة كوقت بدل ضائع. أظن أنه سيقوم بإنهاء المباراة هنا. وحسنا، لقد أنهيناها. نحن في المركز الرابع. حسنا، لقد أعطونا 1000 دولار. لا أعلم، 1000 دولار أو مليون، لكن لا أعلم، لأن حسنا سنحاول البحث عن لاعب ب1030. هناك رشيد غزال الجزائري، لكنه 77. نحن نحتاج إلى مهاجم. حسنا، هناك نوليتو 81 لكن سعره مرتفع 1490. حسنا، إلى هنا سوف أقوم بتوديعكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا دعمنا بالضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، وذلك لدعمنا وتحفيزنا على تقديم الأفضل إن شاء الله. وإذا أعجبتكم السلسلة فلا عليكم إلا أن تقوموا بوضع تعليق، وذلك لتحفيزنا على الإكمال في السلسلة. وبيس.